السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم مارينا وفي فيديو جديد. اليوم فيديو اللي غنشارك معكم وغير تماما المعتاد، كيف كتشوفوا معايا في الصور، خاص بالنباتات او زراعة النباتات في البيت. بقاو معايا حتى الاخر. كيف كتشوفوا اخواتي، اليوم غادي نوريكم الطريقة باش كان نحتفظ بالشتلات ديال الورد او اي بلانت كانت عندكم. شريتوها عجبتكم، خديتوها من المغازة وحطيتها بها عندكم في الدار باش تبقى لمدة اطول. ضروري ما نتهلاو فيها ونبدلو لها التربة وكذلك الاناء اللي كنحطوه فيها والبو. الوغ حبيت نشارك معكم تجربتي المتواضعة في هذا المجال. وغادي نبداو دابا بالاشياء اللي خصنا نحضرها باش نديرو هذه العملية. كنحتاجو البو بحال هذا الشكل ولا اي شكل حبيتو، كبير صغير على حسب نتوما واش البلانت اللي خديتو كبيره صغيره. عندي هذا الورد سميتو جيرانيوم او المسك، وعندي البازيليك او الحبق. الا بغيتو تحولوهم من لي بو سيميو يكونوا ناشفين، يعني ما تكونوش ديجا سقيتوهم، تخليهم ناشفين باش تجيكم سهله العمليه انكم تزولوهم بشكل سهل. وغادي نحتاجو هنا التراب، كيتباع عند لي غروس سيرفاس، اي مغازا كانت عندها لي بلونت كتبيع التراب. انا عندي هذا النوع هذا. وغادي نحتاجو لهاد القطع الصغيره ديال اي حاجه، غرف ديال التراب ولا بس عندكم او شي حاجه كتحتفظوا به باش نغطيو هاد العوينات هادو، ما نخليهمش كلهم محلولين حيت كبار، سينو غادي يتسرب لينا التراب منهم. من بعد ما كنغطيو الفراغات اللي قلنا وكنخليوه غير القياس اللي بيدوز لنا الماء، كنبداو نعمرو التراب كنوضعوه في الماء. الطريقه كيف كتشوفوا كنحاول نخلي واحد الحفره في الوسط باش ملي نجبدوا البلانت ديالنا كنوضعوها في الوسط. عاد كنبداو نعمروا الجناب. باش ما تجيناش طلع بزاف ملي تلقاو شي قطعه العود ولا عاود كنحيدوهم، كانت شي قطعه كبيره بزاف. كيف كتشوفوا معايا كنخليو هذه الحفره. ضروري ما ديروا شي كون عندكم في الدار باش ما تسخوش لكم الاصابع ديالكم، خصوصا الطراب كيبقى بين الاظفار. كناخذوا البو كنبقاو نضغطوا عليه هكا وكنجبدوه بسهوله. كيف ما قلت قبل، الا كان ناشف كيساعدنا اننا نسحبوه بسهوله من بلاصتو، وكنوضعوه بهذه الطريقه. نتمنى ان تكون الصوره واضحه لكم. كنخليو الحفره اللي قلنا لتحت باش ما تجيناش البلانت طالعه بزاف، ونديروها في السونتر في الوسط. كنبداو نزيدو التراب. نعمر على التراب مزيان، هاد العواد اللي كيكونو كبار نحيدوهم. عاد كنبقاو نضغطو من الجوانب باش كتشطو مزيان. بعد ما كنعملوها بالطراب كتولي على هاد الشكل، ما كنطلعوش حتى للفوق، كنخليوه غير النيفو اللي فاش نسقيوها ولا
وقت ما سقيناها ما يخرجش لينا التراب من هذا البو. كنديروا لها الماء، غادي نخلي الماء هو الاخر حتى نكمل معكم البازيليك حتى هو كيف كنا كنغطيوهم. الا كان عندكم هذا البو ما فيهش تقابي بزاف يكون حسن. كان مسدود كليا ضروري خصكم تحلوا ليه شي فتحات باش يتسرب منه الماء، ما يمكنش يبقى مسدود كامل. صافي كنقوموا بنفس العمليه نضغط التراب كيكونوا في هاد الكتل كنفرتتوهم منخليهمش صحا هكا كيشدو مع البلاصه في البو. عمليه جد سهله وبسيطه باش تمكنو انكم تزينو الشرفه ديال البيوت ديالكم او الاسطح او الناس اللي كيعجبهم هاد عندهم هاد الهوايه ديال النباتات. كيف درنا في الاول كنوضعو الجوانب كنخليو السونتر خاوي باش نحطو فيه البلانت ديالنا. عاد من بعد كنضيفو التراب. هذا هو البازيليك، كنبقاو نورقو على البو بهاد الطريقة باش يسهل علينا اننا نخرجوه، وكنشدو بيدينا من هنا وكنضغطو حيت هاد الجدوره كيكونوا مشبرين مزيان وكيخرج هكا بسهوله باش ما كناش كنكرر هاد ديما باش ما كناش في البلونط كيكون ساهل علينا اننا نسحبوه من الاناء اللي فيه اللي كاين فيه. وكنبداو نعمرو بعد ما وضع السطراب. هذا هو الشكل ديال البازيليك، ضروري كنوضعوه في الوسط. الى الوراق كبارو بزاف وبغيتو تحتفظوا بهم كتقطعوهم بهذا الشكل. بالنسبه لي انا كنستعملو بزاف كتقطعوا الوراق وباش ما قطعتوهم تيزيد لي الماء اكثر كنغسلوهم ونديروهم ينشفوا عاد ندخلوهم للكونجيلاتور وقت ما احتاجناهم كنلقاوهم بهذه الطريقه. اخر حاجه كنديروها هي الماء، ضروري كنسقيو هاد التربه اللي زدنا جديده للبلونط باش تنمو بشكل صحيح. ضروري ترشوها، ماشي رشان كنتبقو هانيت ولكن ماشي لشي درجه كبيره. بهذه الطريقه كتحسوا بالتربه انها شربت هذاك الماء لغدليه، كتخليوها حتى تحيد منها الشمس، ما تكونش فيها الشمس باش تسقيوها لان يعني الشمس كتحرق النباتات الا سقيناهم وهما كاينين في معرض لاشعة الشمس. مرة كل يومين كنسقيو النباتات ديالنا باش ينمو بشكل صحيح. صافي غنديرو نفس العملية في هاد الورود. ما عندكمش بحال هاد القرعه ممكن تستعملوا اي قرعه عاديه صغيره تعمروها بالماء. المهم هو ان التراب كله اللي زدتو خصو يوصلوا الماء. بالنسبه لهاد لي بول اللي حيدنا ما ترميوهمش، احتفظوا بهم في حال تبغيتو تزرعوا شي حاجه اخرى ممكن تستعملوهم. وهذا هو الشكل ديال النبته ديالنا بعد ما سقيناها، عمليه جد سهله وما تطلبش بزاف ديال الوقت وكتعطينا منظر جميل. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم
يكون الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك واشتراك في القناة، وشكرا على المتابعة، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.